السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء السعادة والسكر الزيادة وكل حاجة حلوة على كل حبايبي وكل مشاهدينا اللي قاعدين دلوقتي بيتفرجوا علينا ويشوفوا هنقدم ايه النهاردة. النهاردة بإذن الله عندنا فكرة هتعجبكم وهتريحكم قوي، وده دايما اللي بنتكلم فيه، فكرة تكون بسيطة وسهلة تحللي مشاكل كتير ممكن تحصل في الوصفة بتاعتي، وفي نفس الوقت أقدر أقوم أعملها بمنتهى السهولة. النهاردة إن شاء الله هنحشي مع بعض شوية ممبار يستاهلوا بقكم، وفي نفس الوقت هنسويه ونحمره من غير سلق ومن غير تحمير في الزيت. ازاي الكلام ده؟ هنعمل مع بعض الممبار بحشوة ريحتها جايبة آخر الدنيا ما شاء الله عليها، طريقة لذيذة وسهلة جدا، وهنحشي الممبار مع بعض وهنسلقه ونحمره في الكيس الحراري بس مش أكتر من كده. زي ما هنشوف كده خطوة خطوة يطلع لي الممبار من الكيس الحراري، لا تعرض لمشاكل اللي ممكن يفرقع وهو بيتسلق زي ما دايما بيحصل معاكم، ولا ممكن يفرقع في الزيت وهو بيتحمر، وده كتير برضو بيحصل معاكم وكتير بتشتكوا من الموضوع ده. مهما نظبط فيه أبص ألاقي واحدة أو اتنين فرقعوا مني، يا إما في السلق يا إما في التحمير. كيس الحراري النهاردة هيحللي المشكلة دي وهيتحمر جوة الكيس الحراري منه فيه، زي الممبار اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله عليه، ده مسلوق ومتحمر جوه الكيس الحراري، وهي دي فكرة حلقتنا النهاردة إن شاء الله. يلا بينا بقى يا أمارات، خدوا بالكم من خطوات الشغل وخدوا بالكم هنعمل إيه في الممبار وإزاي في غمضة عين يتسلق ويتحمر، موجعش قلبي خالص لا في سلق ولا تحمير. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا طبعا عندنا ممبار ني مغسول كويس قوي واتنقع في ميه وملح وخل واتشطف واتقلب، ماشي كده، ده كده بالنسبه للممبار. رز، وعندي بصل، طماطم، خضره مشكله، ثوم، فلفل رومي وفلفل حامي، صلصه، حته ليه صغيره تطعم لي الخلطه بتاعتنا، ملح وفلفل اسود، كمون وكزبره، اي بهارات مشكله عندك، وكمان بضيف في الخلطه رشه قرفه وبابريكا، وطبعا السكر بتاعنا نص معلقه صغيره سكر اللي متفقين عليها، وخل وزيت. هي دي المقادير بتاعتنا. نقول تاني مقادير الخلطة يا جماعة مهمة جدا. ادي اهو ممبار، بصل وطماطم هتتضرب في الخلاط، خضرة مشكلة، بقدونس وشبت وكزبرة، ثوم مفروم، فلفل رومي، وعندي كمان فلفل حامي، صلصة اهي قدامكم اهي، ملح وفلفل، كمون وكزبرة، بهارات مشكلة، قرفة وبابريكا وشوية سكر، وخل وزيت. بس كده، دي مقادير الخلطة بتاعتنا. بعد كده عندي التسوية اللي هي هتبقى في الكيس الحراري. عندي كيس حراري الحجم الجامبو، الأحجام بتاعت الأكياس بتبقى مكتوبة على الأكياس من بره، فاحنا النهاردة هنستخدم الحجم الجامبو عشان أنا عايزة أكبر كمية هواء تدخل جوه الكيس. طماطم وبصل هقطعهم حلقات كده وأحطهم في الكيس من تحت، ومكعب مرقة وكوباية مية سخنة بس. بعد كده عندي وصفة تانية بقى تفتح النفس جنب الممبار، مش هنقولها دلوقتي، خليها لما نشوف الوقت ايه هيسعفنا ولا لا ان شاء الله. دي كده يا جماعة المقادير بتاعتنا، سهلة وبسيطة جدا بإذن الله. أول حاجة هعملها هدي غلوة خفيفة للطماطم بتاعة التخديع أو بتاعة الخلطة بتاعتي على النار، يعني لا منها لا بسبك ولا بحطها نية، بين البنين كده، اسمها مثلا ايه نص تسبيكة. نشغل عين البوتاجاز، بسم الله، تسخن بس عين البوتاجاز كويس قوي معانا، طاسة بقى كده أو حلة كده حلوة تسخن. وبعد كده هجيب البصل وهجيب قطعة اللية، بسم الله، والزيت، ماشي كده، هنحط شوية زيت، شوية زيت حلوين كده. عايزة الخلطة دي يا جماعة يبقى فيها زيت كتير عشان لما أجي أحشي الممبار تنزل معايا جوه الممبار، بالبلدي كده تتزحلق قوام ما تتعبنيش في الحشو، فالزيت جوه الحشوه بيفرق جدا. ادي كده شويه زيت بهذا الشكل، ونجيب معلقه وناخد قطعه ليا كده صغيره. يا جيهان اهلا وسهلا يا جيجي. صباح الفل يا علول. يا صباح الهنا وصباح السعاده. صباح السعاده كلكم ان شاء الله. ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. انتوا عاملين ايه يا حبيبتي؟ عامله ممبار يستاهل بقك يا جيجي النهارده باذن الله يا حبيبتي. تسلم ايدك. تعيش تعيش. لازم افتح نفسكم النهارده على الممبار. يا ربنا يسهلك فيه يا رب. تسلمي لي يا قلبي، تسلمي لي يا روح قلبي، نورتيني.
صباحك زي العسل يا احلى جيجي. كده يا جماعه حته اللي هي اللي حطيتها فرماها كده، واول ما ريحتها تطلع وقبل ما تاخد لون يعني يا دوبك نزلت في زيت اهو شميت ريحتها، اروح نازله على طول بالبصل. بسم الله بهذا الشكل. وعلى بقى ما البصله تدبل كده سيكه كده حاجه بسيطه خالص، اكون عملت خلطه حلوه قوي في شفشق الخلاط. هي دي اصل الطعامه بتاعت خلطه الممبار بتاعتنا النهارده. ادي كده البصله اسيبها بس تدبل كده حاجه بسيطه، ونشوف بقى الخلطه بتاعتنا عباره عن ايه. تعالوا معايا هنا كده، ادي الشفشق بتاعنا. هنحط الاول شويه ميه، فين الميه؟ اهي بسم الله، شويه ميه كده على سكينه الخلاط عشان بس ايه اشغل الدنيا ماشي. وبعد كده عندي طماطم. يا ام ساره اهلا وسهلا. هاي بتقول ازيك يا ام ساره؟ ازيك يا شيف هاله؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله. انت كانت الجميله دي لسه، اصبري بقى شوفي المحشي بتاعنا النهارده. تسلم ايدك. تسلمي لي يا حبيبتي، نورتيني يا قلبي والله. اهلا وسهلا. كلميني تاني. طيب يا ام ساره، مع الطماطم هنزل قرن فلفل بارد ونص بس حامي كده، يدي ريحه حلوه كده جوه الخلطه بتاعتنا. لكن 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 لو انت بتحبي الممبار مشطشط زي ناس كتير اعرفهم، حطي قرن حامي بحاله. بصوا بقى القرن الرومي ده مع يا دوبك كده القطعه صغيره خالص من الحامي، قد ايه هيدي ريحه حلوه جدا جدا كده في شفشق الخلاط. ايه تاني؟ هحط توم نص معلقه صغيره، يعني ما بنحطش توم كتير، بس الفص الصغنن اللي انتوا شايفينه ده قد ايه بيعمل شغل حلو قوي قوي مع الخلطه، وبيدي كمان ريحه في منتهى الجمال. وكمان هننزل بالصلصه كده. اخر حاجه بقى معايا في شفشق الخلاط معلقه خل عشان تدي طعم وريحه للخلطه بتاعتنا، مش قادره اقول لكم على جمالها وعلى حلاوتها. يلا بينا نضرب بقى ايه الكلام الحلو ده. يبقى كده كل ده اتحط ما عدا التوابل والبهارات اللي عندي والسكر، ما تحطوش في الخلاط. بسم الله. طالما احنا هنا بقى بالمره ندي تقليبه حلوه كده. الله على ريحه البصله وجمال. الله الله ما شاء الله. بصوا معليه بقى والزيت، عسل قلبي كده بهذا الشكل. بس هي لسه لونها فاتح شوية، أنا عايزة البياض ده يتكسر، يعني عايزة أشوف الطاسة اللي قدامي دي كلها واخدة لون بيش كده حلو. نضرب بقى الخلطة بتاعتنا دي في الخلاط. يلا بينا. بسم الله. فضلت اساس شفشق الخلاط علشان يضرب لي الكميه دي من غير ما احتاج اضيف ميه زياده. طب ليه؟ ايه المشكله يعني ان انا كنت حطيت كوبايه ميه كمان وكنت شغلت الدنيا؟ انا مش عايزاها تبقى خفيفه يا جماعه، لان انا مش هسبكها على النار، يعني كل اللي هيحصل دلوقتي ان انا بس هديها غلوه، فعايزه قوامها يفضل تقيل،
بصوا بقى البصله هي دي المرحله المطلوبه، قوامها يبقى تقيل مع غلوه واحده بس مع البصله، خلاص وصلت لقوام حلو قوي. شايفين اهو كده تمام، البياض بتاعها كله اتكسر وهتبتدي تدخل على انها تاخد لون. نروح على طول لاحقينها بالخليط الحلو بتاعنا ده. والله يا جماعه اول بس ما هتفتحوا شفشق الخلاط هتشموا الريحه عامله ازاي. نهدي النار ثانية عشان في خناقة دلوقتي حاصلة. ايه يلا بسم الله يا هبة، اهلا وسهلا. كيف حال، عاملة ايه؟ ازيك يا هبة، عاملة ايه يا قلبي؟ الحمد لله كويسة. ازي حضرتك؟ وطي التلفزيون شوية يا هبة. نعم؟ وطي التلفزيون شوية. يلا يا حبيبي. لا على فكرة انا عندي حالة انهيار كتير قوي على فكرة. عندك ايه؟ حالة انهيار من اللي حضرتك بتعمليها. ليه انت لسه شفتي حاجة؟ ده اصبري بقى لما اوريهولك كده هو خارج من الكيس كده عامل ازاي. لا ده كده انا، ده انا كده حاجة اقعد في الاستوديو واجي اكل بس. بس كده والله عينيا تنوريني والله. يا الله يخليكي يا حياتي، ده انا عندي حالة انهيار من من ساعة الساندوتش الكرانشي. لا والله شفتي جماله؟ شفتي؟ انا بصراحة مستنية الطريقة لحد دلوقتي، طريقة فيديو. لا والله. والله هتلاقيها على صفحه النهار، الفيديوهات بتنزل على طول على صفحه النهار. انا عارفه بس المشكله ان انا الباقه بتاعتي صغيره، عبال ما حضرتك تقولي بس المقادير هتكون خلصت. طب تحبي ننزله لك دلوقتي على الشاشه، ننزل لك المقادير؟ المشكله مش في المقادير يا حبيبتي، هي المشكله في الطريقه. في الطريقه ده سهل جدا. سهل جدا. لا من عينيا، حاضر من عينيا. بصي على الفيسبوك بننزل الطريقه وبننزل المقادير كمان، يعني تقدري تتابعي على الفيسبوك بمنتهى السهوله. كده يا جماعه انا حطيت كل التوابل وكل البهارات بتاعتي والدنيا عسل عسل عسل. يلا البهارات بتاعتنا اللي كانت ايه؟ ملح وكمون وكزبره وبابريكا وايه تاني، وبهارات مشكله وملح وفلفل اسود، واخر حاجه احنا معانا ان شاء الله ما كناش كنا هننساها، سكر. زي ما قلت لك نص معلقه سكر صغيره مش اكتر من كده. تقليبه حلوه وهي على نار هاديه تاخد غلوه. شايفين بقى عشان اوصل للقوام ده ما ينفعش احط ميه كتير في الخلاط، يعني شوفوا هي خدت غلوه واحده ادتني قوام محترم جدا وهو المطلوب اهو بالشكل ده، وريحتها طالعه ما شاء الله عليها. يعني حتى اسالوا منا الصبح كانت عماله تقول لي ريحتها حلوه قوي. الثوم مع معلقه الخل مع الفلفل الحامي والفلفل البارد هم اللي مدين الريحه الحلوه دي. بس دي كده خلصت، هنجيب بقى بوله كبيره. بسم الله كده. لا لسه شويه اصبري عليا. ننزل كده بالرز وننزل بالخضره، كتري الخضره وخلي الخلطه بتاعتك يبقى لونها محمر كده حلوه، ما تبقاش فاتحه، وفي نفس الوقت الخلطه تبقى طريه ما تبقاش ناشفه قوي. ندي تقليبه. بسم الله. يعني انا دلوقتي لو جبت الخلطه اللي انا عملتها دلوقتي في الطاسه بتاعتي حطيتها على المكونات دي على الرز والخضره وحسيت ان الخلطه فاتحه، انا ممكن احط شويه صلصه وشويه زيت، مفيش اي مشكله خالص. قلبي كده كويس. يلا جاهزه في استقبال الخلطه بتاعتنا. بسم الله بسم الله. يلا بينا يا سمر. بصوا بقى قوام الخلطه ولونها، وهي اصلا ما خدتش غير غلوه واحده، شوفوا عامل ازاي. طب شمين الريحه، هتشممينا الريحه يا سمر، اتصرفي. كده ونقلب بقى كويس اهو. الله الله الله، جربوا يا جماعه الخلطه دي وشوفوا الريحه بتاعتها هتبقى عامله ازاي، حكايه ما شاء الله عليها. اهي كده بالشكل ده، تقليب تقليب تقليب، خلي الرز يتشرب من الخلطه كويس قوي بهذا الشكل كده. والخلطه شايفين طريه ازاي، عشان تخلي الممبار يستوي بمنتهى السهوله ما يحتاجش ميه كتير زي السلق، وفي نفس الوقت لما اجي احطها جوه الممبار تنزل على طول في الحشوه ما تتعبنيش. بالشكل ده اهو، هركنها بقى كده على جنب ونشوف بقى هنحشي ازاي. معايا يا سمر؟ معانا يا رب. هجيب كده صينيه حلوه. لغايه دلوقتي لسه ما عنديش شغل في الكيس الحراري، مش المرحله بتاعته خالص دلوقتي، دي اخر مرحله اللي هي مرحله التسويه. دلوقتي هندخل في مرحله الحشو. ادي كده الصينيه اللي هحشي فيها، وادي المنبار عندي، والخناقه بتاعت كل مره
الدهنة بتاعت الممبار من بره ولا من جوه. وكل مرة أقول لكم والله لو عملتوا فيه إيه مش هغير كلامي، لو كهربتوني مش هغير كلامي، الدهنة من بره عشان تسيح يا جماعة وما تسيحليش جوه الخلطة. الممبار بيبقى بطوله كده، بدور بس على الحرف، وديته الحرف فين يا ولاد؟ أهو بصوا، أول مرة مع بعض هنحشي الممبار بطوله، وهنشوف ازاي دلوقتي هنعمل فيه، هنربطه ونخليه مستعد ازاي انه يستوي في الكيس الحراري بمنتهى السهولة. هنقطع الحتة دي كده بالشكل ده، وخلي الحرف ده علشان ايه هنحتاجه تاني. بسم الله كده، ادي الدهنة بره اهي، حلو الكلام. ونجيب الخلطة الناحية التانية عشان تبقى جنب ايدينا. بسم الله كده. بصي بقى يا ستي، اسهل وانسب طريقة لحشو الممبار، انا ماليش في الاختراعات الجديدة، القمع والازازة والكلام ده، انا على طول بحشي كده بايديا طول عمري. ادي الدهنة باينة اهي لبره، تمام. بحط صباعين كده بفتح بيها الممبار كده، والايد التانية بتاخد كده تروح ايه زق الخلطة جوه الممبار بالشكل ده. بصوا عشان الخلطة طرية تنزل جري جري على طول ازاي اهي، ما تخليش الخلطة بتاعتك ناشفة. بسم الله، طبعا سخنة مولعة وانتوا قاعدين تتفرجوا دلوقتي مش حاسين مش حاسين بالسخونية او كده، شوفوا ازاي. ونزلي على تحت كده، املي 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 ونزلي كده على تحت، شايفين بتنزل على طول ازاي اهو. يا ام حماده اهلا وسهلا. يا صباح الفل يا ازيك يا ام حماده، صباح الممبار، صباح العسل على عيونك يا قلبي، اهلا وسهلا. تسلم ايدك يا هاله. ايه رايك في الخلطه بقى؟ شوفي سهله جميلة وجميله، جميله جميله، انت الاجمل والله. الله يكرمك يا حبيبتي، والله تسلمي لي يا ام حماده. ما فيش حاجه بتعمليها وحشه يا هاله يا حبيبتي، ربنا يخليك. كل حاجه بتعمليها حلوه والله. طب ايه رايك في فكره ان احنا نسويه في الكيس الحراري من غير وجع قلب؟ انا عايزه اعرف بقى الحته دي بقى. عيني عيني جايه لك حالا. في الكيس الحراري، في الكيس الحراري، كيس الحراري من اي سوبر ماركت دلوقتي او المحلات اللي هي مستلزمات المطبخ موجود دلوقتي. ورخيص على فكره، مش غالي. ايوه، انا عايزه جداً. بقى اشوف يتسلق ازاي ويتحمر ازاي. عينيا عينيا، نحشي بس واوريكي دلوقتي هنربطه ازاي. نحشي معاكي؟ يلا يا ريت والله، ايد على ايد. انا بحشي ولا 5 كيلو كده في نص ساعه. والله ما شاء الله عليكي، شايفه؟ طب ما انا كمان اهو، بصي سريعه ازاي اهو. انا بعمل صوابع الاثنين كده على جوه على جوه على أهو. جوه ايوه اهو بالشكل ده. في ناس بقى بتحط الخلطه في الصينيه قدامها وتقعد كده تاخد الممبار تدخله كده جوه، تدخل الخلطه جوه الممبار يعني بطريقه كده تانية. شكرا يا ام حماده، يلا خليكي معايا لاخر الحلقه عشان نشوف هنسويه في الكيس الحراري ازاي. اهو بصوا على طول كده، عماله انزل الخلطه لجوه. عايزة تطلعي فاصل على ما اكمل؟ براحتك، يلا بينا نستفيد بوقت الفاصل ان احنا ايه نعمل الممبار. اطلعوا فاصل بسرعة وارجعوا لي، اكون حشت لكم الممبار الحلو ده واحدة تانية كمان، ونشوف بقى بعد كده هنسويه ازاي مع بعض. فاصل قصير بس، هو القناة اتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف حشينا ايه في الفاصل وليه عملناه بالشكل ده. بصوا، اسهل واسرع حشو ان انت تخلي قطعه الممبار كده سليمه كده زي ما هي. بصوا بهذا الشكل اهو. طب وبعدين بقى ازاي هنعملها كده صوابع ممبار كلها تبقى قد بعضها زي ما احنا شايفين اللي انت محضراه في الطبق ده؟ هنعرف دلوقتي ازاي. هجيب خيط اللي هو طبعا خيط الاكل، تمام. على فكره مش لازم ابدا الطريقه دي علشان الكيس الحراري، بس دي فكره برضو تسهل عليكي وفكره برضو سريعه جدا، يعني اكتر اسرع من ان انت تقعدي تقطعيه وتحشيه قطعه قطعه، ده اسهل واسرع. بجيب الممبار بحشيه كده بالطول زي ما هو، وبعدين تعالي اقسميه الاول هنا كده من النص، وبعدين خدي رابطه. الكلام ده لو الخيط ده موجود عندك، الخيط ده ممكن تجيبيه من بتاع الفراخ، وبرده بتجيبيه من مستلزمات برده اللي بيبيعوا حاجة المطبخ. تعالي بقى احنا ربطنا كده هنا
بططي كده كده، ما تخليش الرز فيه يبقى كتير، ماشي. وتعالي هاتي الاتنين دول واربطي كده. انا عملت ايه؟ خليت الاتنين دول قد بعض بالظبط، وبعد كده يتسلق ويتحمر في الكيس، يطلع لك قطع تروحي قصاها على طول ومقدماه. مفيش اسهل من كده في الدنيا. اهم حاجه مش عايزه الرز فيه يبقى كتير. بططي كده، وبعدين خدي بصي اقفلي كده اهو، شايفين ازاي؟ وعلى طول على طول على طول كده. استاذة زينب اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا شيف خالة. ازاي حضرتك يا حبيبتي؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ بخير والله، فضل ونعمه. الحمد لله على سلامه الاستاذه سمر. الله يسلمك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. سلميلي. انا عايز اعرف الجمال ده كله هيخلص ازاي؟ هتشوفي دلوقتي. انتوا مستعجلين ليه؟ اصبري معايا بس. ايه رايك في خطوات الشغل؟ سهله. بصي خالص ازاي. بصي ببطط كده عشان يفضل فاضي، يعني ما يبقاش مملي رز على الاخر كده. عشان بيفرقع مني في الميه. هو ده بقى اللي احنا بنعمله النهارده. بعمل لكم الطريقه السهله السريعه اللي عمره ما يفرقع منكم ابدا باذن الله ان شاء الله. باذن الله. تسلم ايدك يا شيف هارس. تسلمي لي يا قلبي. ربنا ما يحرمنا منك ابدا يا رب. ولا تحرم منكم ابدا، ويخليكوا ليا يا رب. ويخليكي لينا يا شيف هارس. تسلم ايدك يا رب. ربنا يخليك. الله يخليك يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. مع الف سلامه. مع الف سلامه. بصوا بقى الرز زياده، طلعيه كده شوفوه اهو بالشكل ده، اركنيه على جنب، ما تخليش فيه رز زياده اهو. دي اخر حتتين، اروح برضو واخداهم كده، وسيبي كده حته من الممبار كده موجوده في الحرف، ونفس الحكايه اربطي هكذا اهو. ادي اول واحده، بصوا خلصت معايا بمنتهى السهوله. شوفوا شكلها، بصي يا سمر شكلها، ومخليهم كلهم قد بعض ازاي اهو، ولا تقطيع ولا وجع قلب بالشكل ده يا جماعه. يلا نشتغل في التانيه على طول. نجيب التانيه برضو قدامنا اهي. ادي اول واحده، عايزاكي كده توريها لكل حبايبنا كده يا سمر، الله يكرمك. بصي عشان يا قمر بقى لما تروحي تعملي المنبر في البيت تروحي تعمليه بمنتهى السهوله. طبعا حاسه ان سمر عملته انا يا بنتي. طبعا طبعا طبعا. انت هتقولي لي اهو الاول رابطه كده اهو، هي هتاخد المنبر هتاكله النهارده على الجاهز. شايفين الخلطه لونها احمر جوه المنبر ازاي؟ بصوا، والخضره فيه كتيره، حاجه كده حكايه ما شاء الله عليها. ده غير الريحه والطعم بقى لما تعملوه في البيت. اربطي كده تاني. نقول طب لو انا ما عنديش الخيط ده ومش هربطه، عادي جدا قطعيه حتت بعد برده ما تحشيه كده حته واحده، نفس الحكايه برده قطعيه كده حتت، وبرده حطيه في الكيس الحراري، مش هيجرى اي حاجه خالص. دلوقتي ازاي ارصه في الكيس الحراري، وازاي اخليه يتسلق ويستوي ويتحمر كانه مسلوق في الحله بالظبط. اي رز زياده طلعيه كده اهو بالشكل ده، لازم يبقى فيه حته كده من الممبار فايضه، تكون فاضيه من الخلطه بس يا ستي. اظن مفيش اسرع من كده في الدنيا، ما شاء الله عليه. اهو ادي القطعتين بتوعنا اللي حشيناهم مع بعض. نشيل بقى كل ده وندخل بقى على اهم خطوه دلوقتي معانا، التسويه. هجيب الكيس الحراري الحجم الجامبو. العلبه الكرتون بتاعت الكيس بيبقى فيها كتير، في علبه بيبقى فيها ثلاثه، في علبه بيبقى فيها سته. هاتيها وخليها عندك على طول في المطبخ للتسويات السريعه اللي زي كده. هنجيب صينيه، صينيه فرن عاديه. بسم الله. فين الصينيه الكبيره؟ ماشي، ادي صينيه فرن اهي. يا استاذه فايزه. ايوه. ازاي حضرتك؟ اهلا. ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ على فكره انا معجبه بيكي جدا. حبيبه قلبي. على فكره انا بتفرج عليكي يعني مثلا بقالي شهر، يعني مش كتير بس كده، يعني متابعه معاكي جدا. انا في بس حاجه عايزه اقول لك عليها حبيبتي. اتفضلي. انا في حاجه، انا من مامتي يعني الله يرحمها. الله يرحمها. كانت بتحكي المنبار، هقول لك على طريقه انا بعملها. اه قولي يلا. باجي عند اول حته اضعفيها. اه. بدخلها ده جوه المنبار. أوه. واحط الرز فبيتزق الرز كانك بتقلبيه.
كاني بقلبه طريقه حلوه برضو. وبعدين ايه حلو. في ثانيه يعني تحكي اسرع من دي. وكمان حاجه لما يكون انت كمان عشان الممبار كبير فانت في مساحه في الكينك بيدخل بسهوله. اما يبقى اصغر من كده وبيبقى اطعم كمان بيبقى اصغر من كده. طبعا القلبه دي يعني بزقه بتديله سرعه اكتر. بس عارفه اللي بيدي سرعه اكتر واكتر ايه؟ ان الخلطه تبقى فيها زيت. الخلطه تبقى طريه يا جماعه. اكيد لا انا لا الخلطه لا تبقى على طريه الخلطة. حبيبتي انا بقول انا مش بقول انا بقول بس انا طريقه حلوه طبعا وسهله. فكره ان هي ان الفكره دي لطيفه جدا. انا بعملها بسرعه قوي قوي يعني مع القلبه. بتحطي الرز هو الرز سهله جدا. سهله جدا مفيش اي مشكله خالص. صح كده طريقه برضو سهله. سيبكوا بقى من الحاجات اللي طالعه دي اللي ملناش فيها القمع ومش عارف نقطع الازازه والكلام بايديكوا كده على طول. يعني شوفوا استاذه فايزه قالت لك بقلب الممبار واحط الخلطه يتقلب معايا على طول. انا نفس الحكايه طول عمري الصباعين اللي بيفتحوا الممبار والايد الثانيه اللي بتنزل الخلطه. الخلطه طريه وفيها زيت زق الخلطه تروح نازله على طول وخلصنا في ثانيه على طول يا جماعه. دلوقتي انا عملت ايه بقى؟ الخطوه دي مهمه جدا يا سمر الله يخليكي. وري حبايبنا ده الكيس الجامبو. بصوا عملته كده كأن شمرته كده بالشكل ده. حطيت من تحت شرايح بصل وشرايح طماطم وجبت اي كوبايه حطيت مكعب مرقه وهجيب ميه سخنه. بسم الله مقدار كوبايه بس مش اكتر من كده اهو. ادوب فيها بس مكعب المرقه وممكن تحطي فيها ملح وفلفل لو مش عايزة تدوبي تحطي مكعب مرقة. بس طبعا مكعب المرقة طبعا بيدي طعم عالي جدا يعني بيدي تيست حلو قوي كأنها شوربة بالضبط. اهو بصوا بالشكل ده دوبي كده مكعب المرقة اهو شوفوا داب على طول في ثانية. كوباية واحدة بس. كوباية دي هتتحط على البصل والطماطم من تحت اهي بس مش اكتر من كده. نشيل كل ده وبعد كده عندي الممبار جاهز. شايفين المنظر اهي صينية فرن وجبت بصل وطماطم وجبت كوباية مية سخنة حطيت فيها مكعب مرقة دوبتها وحطيته كده من تحت. بعد كده هروح جايبة الممبار بتاعي بصوا ورصيه كده اهو في كل حتة كده. ودي التانية. أي كمية على فكرة يعني مش لازم تقولي مثلا علشان الكيس الحراري هتبقى كمية قليلة. لا 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 أي كمية عندك مفيش أي مشكلة خالص. وبعد كده نضف بس كده كل الرز اللي واقع ده أهو. وأظن أنت يا سمر عايزانا نشيل الصينية دي بعيد صح؟ حساكي متضايقة منها. إحنا يهمنا بس إيه؟ يهمنا انك تكوني مبسوطه معانا. وربنا عالم اللي بضميري. يلا بينا يا جماعه. بصوا اهو كده واروح شده الكيس لفوق. وانا بقفل الكيس عايزه ادخل اكتر كميه هواء موجوده. يعني اروح ماسكه الكيس كده وعامله كده اهو. بصوا اللي حصل. شايفين الهواء اهو. بصوا عاملاه زي البالونه كده. لفي بقى الكيس كده وبيجي معاه القفل بتاعه ده. اقفلي كده عليه اهو. بسم الله. بس يا ستي والحته اللي فايضه دي بتدخل كده جوه الصينيه. شايفين ازاي؟ طيب دلوقتي لما يدخل الفرن بالشكل ده في كميه هواء اكتر هتدخل جوه الكيس بفعل حراره الفرن. فلا قدر الله ممكن الكيس يفرقع. فهنعمل ايه؟ اهم حاجه عشان خاطر ربنا ما تقطعوش في الاكياس الحراريه كتير زي ما انا بشوف فيديوهات دب دب دب. لا عشان يتحمر. ايه اللي هيحمره؟ طول ما الهواء محبوس جوه. فانا بس هعمل فتحه واحده بس صغيره اللي هي تخرج الهواء الزياده. زي فكره ايه يا جماعه؟ فكره الحله البريستو حله الضغط. بيبقى يا دوبك الفتحه عند القفل بتاعها فتحه صغننه خالص وبقيه البخار فين؟ مكتوم جوه الحله. الفتحه دي فايدتها ايه؟ كل الزياده اللي ممكن تبقى جوه بتغلي تخرج بس الزيادات البسيطه دي. لكن الاصل جوه الحله. نفس الفكره بالظبط. انا هخلي الكيس زي ما هو. هاجي بصوا من هنا كده حته بصوا زي اهي هقفل عليها المقص كده اهو
بس شايفين اللي هي قد ايه؟ بصوا دخلت لي المقص بس جوه بس، مش اكتر من كده، مفيش فتحات تانية من فضلكم. وبعد كده هجيب كوباية مية عادية بقى، دي هتبقى في الصينية من تحت بس كده، يبقى كوباية مية عادية في الصينية من تحت وكوباية مية سخنة بالمرقة جوه الكيس تحت الممبار على طول. بس يا ستي يدخل الفرن على الشبكة ساعة بالظبط، عدي ساعة يطلع لك الممبار مسلوق ومتحمر بفعل البخار اللي كتمناه جوه الكيس. تعالوا نجيب الصينية اللي في البوتاجاز في الفرن، عايزين حاجة نمسك بيها، محضرناش حاجة. بسم الله اهو كده، نشوف الدنيا كده ما شاء الله. بسم الله كده، شوفوا الشكل بقى ده كده واخد بالظبط ساعة في الفرن. المية اللي تحت اللي في الصينية نقصت شوية يعني مش سخنة قوي. بصوا المية، عايزة اوريها لكم. بجد نجيب صينية تانية ننقل فيها الكيس احسن. طبعا انا طافية عليه النار وسبت البخار اللي جوه يهدى خالص عشان نعرف نفتح عليه دلوقتي بمنتهى السهولة، لكن طول ما هو بيستوي في فرن البوتاجاز بيبقى الكيس عالي وبيبقى هايش كده زي ده بالظبط، زي الني ده. فتعالوا كده، بسم الله ما شاء الله، اهي بصوا الميه اللي في الصينية نقصت شوية بس موجودة زي ما هي اهي. خلاص ماشي، دي ايه اول حاجة معايا. الحاجة التانية نجيب المقص وبالراحة خالص واحنا بنفتح، اذ ربما يبقى لسه فيه بخار. بسم الله كده طلعوا المنبر. بصوا بقى المنظر، المنبر شايفين لونه عامل ازاي ما شاء الله، وريحته شهية جدا جدا جدا. ايه رأيك بقى يا منة؟ منة كانت عمالة تقول ايه ده المنبر هيتحمر؟ ادي يا ست منة صح؟ ألف هنا وشفا. قولي لي مين؟ أستاذة سامية، أهلا وسهلا. صباح الفل يا قمر، صباح العسل، صباح الهنا على عيونك. الحمد لله، شايفة المنبر عامل إزاي يا سامية؟ ده جميل، تسلم إيديكي وعمايلك كلها فل والله. وإيه رأيك في السريع كده وسهل جدا؟ جميل والله، هعمله إن شاء الله، هنزل أجيبه وأعمله. يلا وبكرة إن شاء الله تكلميني. حسيتي عايزة بس تكلمك تسلم عليك. اسمها إيه؟ شاذة محمد عبد الخالق. شاذة؟ يا شاذة، مع حضرتك اهي، تسلم ايدك، معاك اهي يا حبيبتي. يا شاذة، شاذة، شاذة اهي. يا شاذة يا قمر، يا احلى اسم في الدنيا يا شاذة. الو، ازيك سامعاني؟ عاملة ايه يا حبيب قلبي؟ الحمد لله. ايه رأيك في المنبر ده يا شاذة؟ تسلم ايديك. تسلمي يا قمر، تسلميلي، نورتيني يا شاذة، ربنا يخليها لك ويفرح قلبك بيها يا حبيبة قلبي يا رب، اللهم امين. شايفين بقى الجمال والحلويات؟ ادي المنبر سخن مولع، وزي ما انتم شايفين لا قدر الله مفيش واحده فتحت، مفيش واحده باظت مني، وكمان منزلش الزيت، يعني ده كله متحمر منه فيه كده. بس يا ستي ادي المنبر بتاعنا، وطري جدا جدا، ودي يعني حاجه حلوه قوي في الطريقه دي، انه مش حتى يعني الجلده نفسها مش شاده مش ناشفه، لا المنبر بيطلع طري جدا جدا اهو، ساعة بالظبط سلق وتحمير وبدون أي مشاكل. إيه ده بقى يعني؟ ده سحر؟ أبدا، لا سحر ولا شعوذة، عملنا كل حاجة إيه مع بعض من الألف للياء، الله أكبر عليه. بس يا ستي في وقت نعمل أي حاجة جنبه يا سمر ولا خلاويص كده؟ قولي لي يلا. لو خلاويص كده يبقى زي الفل، أنا كان يهمني الوصفة تتعمل من الأول للآخر وتشوفوها كده معايا، وتشوفوا كمان لسه طالع من الفرن عامل ازاي، سواء المنبر رفيع او تخين نفس الطريقه اهو، شوفوا ولا كلمه، وتحميره حكايه حكايه ما شاء الله تبارك الله. شويه منبار النهارده عسل عسل عسل، ولا كلمه، ومن غير مشاكل ومن غير سلق ومن غير تحمير، عايزين ايه تاني؟ قلب هنا وشفا على قلوبكم جميعا يا رب. يبقى احنا النهارده، لا كده بيتهيالي مش مفيش وقت، ولا ايه رايك؟ قولولي انا معاكي. طيب
تيجوا نعمل طبق حلو كده يفتح النفس جنب الممبار. تعالوا نعمل البطاطس المشطشطة. بطاطس ايه؟ طماطم المشطشطة. مركزة بس مع الممبار. يلا والله تعالوا نقول الطريقة بسرعة. نقول المقادير والطريقة. برضو وصفة حلوة قوي من اكتر الوصفات اللي بتليق جدا جدا جنب المحاشي وجنب الممبار. بحب اعملها جدا جنب الممبار. يلا يا منى ننزل بالمقادير. قولولي يلا. طماطم متقطعه بالطريقه دي، وفلفل رومي وفلفل حامي، وتوم مفروم، وشبت يا حبيبتي هديته حيل، رايحه جايه رايحه جايه. شكرا قوي، انا الغلطانه معلش، الغلط عندي صح. هنجيب بوله وتعالوا بقى نعمل الخلطه الحلوه دي. قوليلي، اما انا هقول بقى وانا شغاله عشان الوقت. بس ده انتي رخمه. بصوا يا جماعه، الخلطه بتاعتنا هي خلطه اي حاجه بتخلليها بتنجان او طماطم. الطماطم انا بقطعها بالشكل ده، فمعنى كده ان الطماطم في الوصفه دي يا ريت تجيبيها اللي هي اللي اسمها البلح، اللي هي بتبقى طويله شويه مش التفاحي، وبتتقطع وبتبقى جامده شويه، وبروح مقطعاها كده. حلو الكلام، حلو الكلام. ونعمل لها بقى الخلطه بتاعتها. ادي توم، يلا بينا. لو جيتي قلتي لي يلا يا شيفتي حره. وادي فلفل حامي وفلفل رومي بارد. ممكن تضربي الخلطه في الهون، وممكن تشتغلي بيها على طول كده. انا بحب اعملها خشنه علشان تبان في الطماطم. وادي الخضره، الشبت، وده اكتر حاجه بتميز الخلطه بتاعتنا دي. هتشوفوا جمال الطماطم دلوقتي هيبقى عامل ازاي. بعد كده عصير ليمون، ماشي، وشويه خل، بسم الله، وكمان شويه زيت كده. وكده لسه ما حطيناش التوابل كلها، احنا بس حطينا الثوم والفلفل والشبت وخل وعصير ليمون. عدوا معايا بقى، ادي كمون، بسم الله، وادي ملح بالشكل ده، شويه فلفل اسود صغيرين، شطه، وكمان شويه كزبره. ده كده ايه، زي الفل، عسل كده. الخلطه حكايه، مش محتاجه اي حاجه نهائي. تقليبه حلوه بقى، بسم الله، والزيت كمان مهم جدا في الخلطه دي. والله يا جماعه لو شمين الريحه هتتفتح نفسكم كده، وهتقولي ده الطماطم دي لوحدها كده حكايه اهو. وشايفين خلصت على طول ازاي؟ بس يا ستي بهذا الشكل. نخلل بقى، ما تيجي يا سمر ايدك معانا. وانتي ايه يعني، عشان مخرجه خلاص يعني. ماشي ماشي، عموما مخرجه، دكتوره، مهندسه، اخرتكم ايه؟ اخرتكم ايه؟ مطبخ برضو. والله نفس الكلام، سبحان الله، كل الامهات والله العظيم. اول حاجه هعملها قبل ما اخلي الطماطميه طماطميه، لازم انزل الاول بالطماطم كلها في الخلطه كده، اديها تتبيله حلوه من بره الاول. انتوا عارفيني انا مش بتاعه المحلسه، وان تتحط جوه الطماطم وخلاص، واجي اكل الطماطم الاقي ما فيهاش خلطه ولا حسيت بطعم الخلطه. فانا بروح عامله كده اهو، كده اهو، كده اهو. شوفوا ازاي انا كده طعمت الطماطم من بره كويس قوي اهو، ماشي زي الفل. تعالي لي بقى جوه، يلا يلا. طبعا مش هنعمل شريحه شريحه، دي يعني ايه، تبقى تضييع وقت يعني. لا، بنعمل كده على قد ما نقدر كده اهو بالشكل ده. بصوا شكلها، شايفه يا سمر تفتح النفس ازاي، وريحه الخلطه حكايه، الله اكبر عليها. تسلم ايديكي يا قلبي، والله بجد تسلم ايديكي يا احلى سمر في الدنيا اهو. ايه ده؟ طب وانا فين؟ انا عايز اعرف مين اللي قال لك كده. يا اسامه ما سمعتكش، شكرا يا اسامه قوي، شكرا لنا ولكم لقاء. يلا، اوام اوام كده اهو،
ويا سلام بقى دلوقتي لو انت بقى كمان ايه قاليه شويه فلفل حامي ورحتي حطاهم في نفس الخلطه دي، يا الله على الجمال والحلاوه. وعيش وسيبني عيش، طبق الطماطم ده جنب الممبار النهارده غدوه يعني من الاخر، غدوه كده زي ما بنقول ايه لوز العنب يعني، بصوا ولا كلمه. الله الله، يلا. وعرفنا ازاي الطماطم اتبلها من بره الاول، تاخد تطعيمه من الخلطه من بره قبل ما احشيها من جوه. بس يا ستي كده هون عسل، واخر واحده. وتنفع برضو الخلطه دي على فكره للبتنجان المخلل برضو، والبتنجان الرومي لو حمرتي كده كام بتنجانه رومي كده تقطعيهم شرايح كده وتحمريهم وانزلي على طول بالبتنجان برضو في الخلطه دي، هيبقى حكايه، هيبقى طبق ملوش حل. تصدقوا هو انا ليه ما عملتش كده؟ ليه ما حمرتش فلفل حامي وبتنجان وكده؟ ماشي، المره الجايه في طبقنا القادم ان شاء الله. شبت وتوم، شبت وتوم وعصير ليمون وخل وملح وكمون وكزبره وشطه، ويا رب ما اكونش نسيت حاجه، وزيت، الزيت مهم جدا. ادي الطبق بتاعنا، يلا يا سمر ووري حبايبنا جمال الطبق، يلا بينا. شوفوا جمال الطبق عامل ازاي، بجد حاجه تفتح النفس ما شاء الله. ادي غدوتنا النهارده خلصت بمنتهى السهوله، ولا قلينا ولا سلقنا ولا تعبنا نفسنا في اي حاجه، على طول عملنا الخلطه وحشينا ورحنا حاطين الممبار في الكيس الحراري، وعرفنا ازاي نرص الممبار كويس قوي، وازاي يطلع لي الممبار من الكيس مسلوق مستوي ومتحمر وكمان طري جدا جدا. وكمان قدمنا جنبه الطماطم المشطشطه، طعمها وريحتها حلوه جدا جدا، وبتبقى حلوه كده جنب تمسكي الطماطميه كده مع الممبار، وعيشي بقى عيش وسيبني عيش. الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. اتمنى من الله ان الحلقه النهارده تكون عجبتكم، اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.